ينفذ كيدهم يلقوه في غيابة الجب. من لطف الله بيوسف أن قوما يمرون عابرين فيجدونه فيبيعونه، لربما في قدر الله لو أنهم لم يبيعوه لما زاد حاله وبقي أسيرا عبدا عند قوم ضعفاء من أوساط الناس، لكن يجعل الله جل وعلا في قلوب أولئك الذين ظفروا به أول الأمر الزهد في يوسف. قال الله: وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الزهد منهم يقابله لطف الله بيوسف أنه يقع في قلب العزيز محبة يوسف، فاشتراه عزيز مصر لينتقل عليه السلام من أرض الشام إلى أرض مصر، لما سبق في علم الله لما يكون لهذا النبي الكريم في أرض مصر. فقال الله جل وعلا يخبر أن العزيز اشتراه وأوصى به أهله خيرا، وقال أخبرهم أنه تفرس فيه وأنه يظن به الظن الحسن. عاش يوسف عليه الصلاة والسلام في كنف العزيز مصر، وهو لا يعد أن يكون مولا لسيده، خادما في بيت سيده، لكنه يفيء إلى ردهات القصور. تتعلق به امرأة العزيز، قال الله قبلها: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما تعلقت به امرأة العزيز هامت حوله السوء، هامت حوله الفحشاء، هو يفر منها وهي تفر إليه. قال الله جل وعلا: وانظر إلى بلاغة القرآن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهو لا يبتغيها، إنما هي التي تبتغيه. لجأ إلى ربه، استجاب الله له. أين كان مآله؟ مآله السجن. السجن هنا مرحليا بالنسبة ليوسف من لطف الله جل وعلا به، لأنه أصبح مغيبا. لما كان مغيبا لا يمكن لأعين أن ترمقه، ولا لعيون أن تلحظه، ولا لأنفس أن تشاهده فتظن به العظمة، فربما أهلكته قبل أن يصل وقصمته قبل أن يرتفع. لكن الله جل وعلا بلطفه وراه عن الأنظار، وبقي حبيسا في السجن يطعم ليبقى حياته صلوات الله وسلامه.